انا هرجع تاني للادوات مواجهه العنف ضد المراه، لكن انا ممكن استاذن حضرتك استكمل طبعا على كلام اتفضل. استاذتنا الدكتوره سوسن. يعني اولا بالنسبه لزواج القاصرات، ففي مشكله ان هو بيبقى زواج غير موثق، لان بتبقى البنت لم تبلغ السن القانونيه اصلا لتوثيق هذا الزواج، وبالتالي هي بتبقى طفله شايله طفله، ووقت لمرحلة الطفولة تماما بالنسبة يعني لهؤلاء الأطفال. فدي كارثة، لأن كمان أحيانا بيحصل مشكلات عائلية والبنت دي بيحصل لها انفصال، هو ما بيبقاش طلاق، بيحصل لها انفصال عن هذا الزوج، وفي بعض الأحيان لم يتم ثبوت نسب لهؤلاء الأطفال. فهي مشكلة الزواج المبكر الحقيقة هي مشكلة كبيرة، وللأسف موجودة طبعا في بعض القرى وبنسب يعني برضو مش قليلة. حضرتك بتعتبريها عنف ضد المرأة، هل احنا بنتكلم عن زواج القاصرات، حضرتك أثرتي القضية دي، هل المجتمع بينظر، هل وصلنا لدرجة الوعي ان المجتمع قادر يميز ويشخص الأنواع اللي احنا حضرتك قلتيها دلوقتي وتفت عليها دكتورة سوسن وأشار إليها سيادة الرئيس في الاحتفالية ان دي عنف ضد المرأة؟ هل المجتمع واعي بكل بقى مستوياته انه الحرمان من التعليم عنف ضد المرأة، انه الزواج القاصرات عنف وقهر، ان طبعًا. الختان عنف ضدها طبعًا. ان الحرمان من النفقة، وزي ما حضرتك قلتي الحرمان من الميراث ان ده عنف، هل المجتمع واعي للنقطة دي ولا مازال ليس واعي؟ في وعي بيحصل طول ما في قيادة سياسية بتؤكد على هذا الدور، طول ما في مجلس قومي للمرأة بيسعى للتوعية طول الوقت في كافة مشكلات المرأة بكافة طوائفها، ويعني من خلال 27 فرع للمجلس القومي للمرأة، في يعني طول الوقت في توعية، في حملات، عندنا حملة الحقيقة بتقام كل سنة 16 يوم من 11 نوفمبر سوري من 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر، ده اللي هو من يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ال 16 يوم دول بيبقى اسمهم كوني، وبيبقى فيه حملات قويه جدا على مدار ال 16 يوم للتوعيه بكافه مشكلات العنف ضد المرأة. فهنا في التركيز على حملات دي الحقيقه. احنا دلوقتي بقينا معتمدين على المبادرات والحملات. فين دور السياسات العامه؟ يعني سياسه التعليم مع الاعلام مع الثقافه المؤسسه الدينيه، ما هو كلهم في استراتيجيه. يعني هي الدكتوره رانيا بتتكلم عن المجلس القومي للمرأة وهو ما يمتلكه ان هو يقوم بالدور التوعوي. يعني فخامة الرئيس رأس الدولة عمل الحملة دي ليه؟ لان في مشكلة ما فيش تناول ليها. تمام، فهماني؟ ما هو حضرتك يبقى حضرتك بتتكلمي عن فكرة ان احنا بحاجة الى استراتيجية. انا هرجع لموضوع الاستراتيجية ده لانه في منتهى الاهمية ان هي استراتيجية شاملة، لكن عايزة ارجع تاني للنقطة اللي حضرتك كنت احنا الاستراتيجية النهوض بالمرأة هي قايمة على محاور اساسية واطلقها سيادة الرئيس في عام المرأة في 2017. منهم يعني محور التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والحماية الثقافية والتشريعية. والمجلس القومي للمرأة يعني بيشتغل الحقيقة طول الوقت بمنتهى الجد والاجتهاد على المحاور الأربعة كافة. العنف احد اشكال يعني اللي بتعاني منها المراه زي ما قلنا، وده في سواء الاقتصادي زي ما قلنا في حرمان المراه الميراث او عدم حصولها على مستحقاتها باي شكل من الاشكال، الاجتماعي في الزواج المبكر مثلا وغيره. يعني هو مشكله العنف بتتقاطع في محاور عده. المجلس كمان بيقوم بفكره الحمايه للمراه من كافه اشكال العنف، وبيقوم على وجود تشريعات. لديكم خط ساخن اعتقد طبعا الخط الشكاوى الساخن 15115، ووصلت اعداد الشكاوي في خلال الفتره اللي فاتت في سنه 2018 68000 حاله تقريبا شكوى وصلت للمجلس القومي للمرأة، وبيقوم المجلس طبعا على حل كافه المشكلات. محامين يعني لو انا سيده وتعرضت للعنف هيبقى في محامي؟ لو انا ما عنديش تكلفه ما اقدرش بالمجان. المجلس بيوفر محامي بالمجان، يروح مع السيده يوصل معاها لغايه اسم الشرطه لغايه النيابه، يعني في حاله من التواصل والمتابعه من خلال المجلس، وكمان يعني استرجاع حقوق هؤلاء السيدات.